أبو سعد للأبد غرد قائلا رسميا الأمير الكرواتي لوكا مودريتش أهلاوي لمدة موسمين رياضيين، ومن المتوقع وصوله إلى مدينة جدة منتصف شهر يونيو، وإعلان مراسم التوقيع في استاد الجوهرة المشعة مع وجود حضور جماهيري ونقل الحدث تلفزيونيا. الأهلاوية يا الأهلاوية، مع عودتكم من دوري يلو إلى دوري روشن وتواجدكم مع الكبار في دوري روشن، لوكا مودريتش من وجهة نظركم هو اللاعب المناسب والأمثل عشان يكون في الأهلي، مثل ما دون في النصر ومثل ما بنزيمة في الاتحاد ومثل ما يقولون إنه ميسي في الهلال، أم أن عندكم مقترحات أخرى إن صح هذا الكلام اللي قاله صاحب التغريدة؟ اكتب لي مع اختيار مودريتش لقيادة النادي الأهلي في الموسم القادم، أم عندك اسم ثاني حاب تشاركنا فيه؟ بلا بركة إن كان هذا الكلام صحيح يا الأهلاوية، ومنها للأعلى ويلكم باك تو دوري روشن، ولا تنسوني من اللايك والفولو.